يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أخبار كتير وكواليس أكتر على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا. وقبل كل ده، كل جديد يخص يتعلق به نديم الحبيب النادي الأهلي على مدار فقرات مختلفة من حلقات الترند كالعادة، وبتحديد حلقة اليوم. وأكيد عندنا كلام كتير بخصوص كأس عالم قطر 2022، انتهى بالأمس بشكل رسمي بفوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم، هذه البطولة المنتظرة لعشاق ميسي تحديدا، واللي أخيرا شفنا صورة ميسي بكأس العالم، والأكيد ناس كتير جدا كانت مستنية الصورة دي بالتحديد. وهنتكلم كمان على الشق التنظيمي ونجاح قطر المبهر في تنظيم هذه البطولة بشكل أكثر من رائع، وهي بطولة كمان على المستوى الفني كانت أكثر من رائعة. هنتكلم بتفاصيل كتيرة جدا في الجزئية دي بالتحديد، لكن أكيد كمان برضو عندنا تفاصيل أكثر بخصوص النادي الأهلي والاستعدادات لمباراة الغد الهامة جدا في بطولة الدوري في إطار السعي نحو عودة الانتصارات من خلال مواجهة فاركو بإذن الله تعالى في اسكندرية الساعة 5. فأكيد هنقول لحضراتكم كمان كل الأخبار والكواليس والتفاصيل، لكن الأهم أكيد بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم وتقييم حضراتكم لبطولة كأس العالم قطر 2022 من حيث الأفضل في التاريخ. وأعتقد يعني هنشوف آراء كتير جدا بخصوص الجزئية اللي زي دي. هننتظر تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وفي الجزء الاخير كالعاده هناخد تفاعل حضراتكم، لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين. تعالوا نشوف في ترند الاهلي. الفريق يختتم تدريباته استعدادا لفاركو، بالتوفيق ان شاء الله. وكمان الجهاز الفني يغرم أفشة وفقا للائحه. أما في ترند المونديال، كأس عالم للتاريخ واستثنائي لقطر طبعا. في بعض المباريات النهاردة في بطولة الدوري، هنرجع للدوري المصري، وكده كده كان شغال في الحقيقة، لكن التركيز هيكون أكبر بشكل يعني مؤكد على مباريات الدوري المختلفة، وهي أكيد مباريات بالنسبة لنا كلنا كمصريين وكعشاق لكرة القدم المصرية أكيد بتبقى مهمة وبتحظى بمتابعة كبيرة. فالنهاردة في بعض المباريات في بطولة الدوري بالتحديد في الجولة الثامنة من هذه البطولة، واول مباراه اتلعبت ما بين سيراميكا والداخليه زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، المباراه انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف بين الفرقتين. اما المباريات اللي بتنطلق في هذه اللحظات في 8 الساعه 5 مساء، وهي مباراه سموحه مع الاتحاد السكندري، ماتش حلو، وفيوتشر مع غزل المحله ايضا ماتش حلو نظرا لمستوى غزل المحله مؤخرا منذ بدايه الدوري، وكمان نظرا لقوه فيوتشر المعروفه يعني. اما مباراه السهره النهارده في الدوري المصري هتكون ما بين بيراميدز واسوان، ايضا من ضمن المباريات المهمه في بطوله الدوري سواء لبيراميدز او اسوان، دي مباريات اليوم تحديدا في الدوري المصري. لكن اكيد الاهم ان شاء الله بكره مباراه النادي الاهلي، بالنسبه لنا هي مباراه غايه في الاهميه، لان بعد التعثر الاخير امام فيوتشر بنتيجه 1-1 باداء كان سيء للغايه في الحقيقه، عشان نكون يعني نتكلم بمنتهى الوضوح وفي نفس الوقت بثقه زايده، وكان ظروف مهيئه بالنسبه لك انك تكسب الماتش بمنتهى الاريحيه، بتلعب فريق ناقص لاعب بيلعب ب 10 لاعبين، فبالتالي كانت فرصه كبيره ان الاهلي يفوز في هذه المباراه، لكن ما حصلش توفيق. واكيد الاهم ان انت تفكر في ازاي ان انت تعالج كل الاخطاء اللي حصلت في مباراه فيوتشر، وبنامل ان شاء الله ان احنا نشوف النادي الاهلي في مباراه فاركو بشكل افضل بكتير، وان شاء الله يرجع من خلال هذه المباراه للانتصارات عشان يواصل انطلاقته المميزه حتى الان في الموسم على مختلف الاصعده. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل كل التفاصيل، استنونا. مبروك لكل عشاق ميسي، ومش هقول عشاق الارجنتين لان حتى اللي بيحب الارجنتين بيحبها عشان خاطر ميسي. ميسي اخيرا فاز ببطوله كاس العالم، البطوله المنتظره بالنسبه له على المستوى الشخصي وبالنسبه لكل محبي ليونيل ميسي حول العالم. راجل عمل كل حاجه في الكوره، راجل متعنا بشكل كبير جدا، حتى لو مثلا ممكن مننا ناس ما تكونش بتتعاطف معاه قوي، وانا واحد منهم، طبعا بستمتع جدا بميسي، واحد من عظماء كره القدم على مدار التاريخ، ده امر مؤكد ان لم يكن اعظمهم، يعني اكيد بتمتع بميسي، لكن ممكن ما اكونش متعاطف معاه، لكن في نفس الوقت فوزه ببطوله كاس العالم ده حق ليه بعد مشوار عظيم جدا جدا، ويستحق هذا اللقب بالتحديد من خلال هذه النسخه ومن خلال مساهمته تقريبا في كل اهداف الارجنتين في البطوله. الراجل عمل اسيستات قد كده وجاب 7 اهداف،
فبالتالي يستحق ان هو يكون افضل لاعب في البطوله، يستحق ان هو يفوز باللقب اخيرا في اخر نسخه هو بيشارك فيها من نسخ كاس العالم. راجل لعب 26 مباراه في تاريخ كاس العالم، راجل تخطى مارادونا في عدد الاهداف في البطوله، جايب اهداف كتير في بطوله كاس العالم على مدار التاريخ بالنسبه له يعني. عمل كل حاجه، خد بطولات مع الانديه، خد بطولات مع المنتخب الارجنتيني واخرها يعني كوبا امريكا مؤخرا، واخيرا الفوز ببطوله كاس العالم. فمبروك لميسي ومبروك لكل عشاقه، ويستحق هذا اللقب حتى لو الارجنتين كمنتخب ما يستحقش، لان كان في بعض الكوارث بصراحه اللي بتحصل، ابرزها طبعا اوتوماندي امبارح وهو السبب الرئيسي في عوده فرنسا في المباراه من خلال ضربه الجزاء اللي احرزها كيليان امبابي، والهدف الثاني على طول كيليان امبابي. ده حاجه عظيمه جدا برضو في الكوره، ده اللي هيكسر كل الارقام، واكيد انتم مقتنعين ومتاكدين من كده نظرا لامكانياته الرهيبه. واحد بيلعب في كاس العالم لعب نسختين تقريبا بس، وصل 12 جون يعني، فاكيد هيعدي كمان ميروسلاف كلوزا كالهداف التاريخي لكاس العالم. لسه ناقص له عدد من النسخ في البطوله، لان هو هيتم تقريبا بكره اللي بعد 24 سنه، فلسه قدامه مشوار طويل. فلاعب برضو اسطوري بنتمتع بيه هو كيليان امبابي يعني. لكن في نفس الوقت لما رجعنا للمباراه، فاوتوماندي في وجهه نظري ما كانش هيرجع الارجنتين بعد خطا ضربه الجزاء، لكن بينقذه بشكل كبير جدا ميسي ومارتينيز حارس المرمى اللي انقذ هدف في الدقيقه او في الوقت بدل الضايع من الشوط الرابع الاضافي من قدام لاعب المنتخب الفرنسي، ويعني من خلالها راحوا ضربات الجزاء تألق فيها برضو مارتينيز، قدر ان هو يساعد الارجنتين ويساعد ميسي انه يحقق حلمه. فاخيرا حلم ميسي تحقق، واخيرا عشاق ليونيل ميسي اصبحوا سعداء بشكل كبير جدا. هو الراجل زي ما بيتقال كده قفل اللعبه في الحقيقه، لانه عمل كل حاجه. لكن بغض النظر عن فوز ميسي ببطوله كاس العالم قطر 2022، لازم نتكلم عن الماتش نفسه يا جماعه. بجد ايه المتعه دي؟ ايه الاثاره دي؟ ايه الكوره دي؟ نفسنا يبقى احنا عندنا جزء من الكوره دي، يعني المتعه دي شويه تكون موجوده عندنا في مصر، نفسنا يعني، او في افريقيا او في الوطن العربي بشكل عام. لان اللي احنا شفناه في كاس العالم صعب قوي ان انت بعد كاس العالم ده تتفرج على كوره. هتاخد وقت شويه قبل ما ترجع بقى المنافسات والمباريات بشكل اقوى واكثر اثاره وباهتمام اكبر، فبالتالي هتخش في الاجواء، فعادي الامور هتنسى موضوع كاس العالم. لكن النسخه دي بالتحديد مش هتنسى المستويات اللي حصلت فيها، ولا هتنسى المفاجات اللي حصلت فيها بالتحديد من خلال المنتخب المغربي الشقيق، وحتى المنتخب السعودي اللي فاز على الارجنتين في اول مباراه، وحتى المنتخب التونسي اللي فاز على فرنسا في الجوله الثالثه من دور المجموعات. مفاجات كثيره جدا حصلت، مباريات على المستوى الفني كانت اكثر من رائعه، وانا هقولها ثاني وثالث وعاشر. انا قبل البطوله دي كانت احلى بطوله من اللي انا وعيت عليهم وشفتهم، يعني بطوله 98 فرنسا 98 اللي فازت بيها فرنسا بنتيجه 3-0 على البرازيل في المباراه النهائيه، واللي فازت بكاس العالم. البطوله والنسخه دي بالتحديد بتنافس اكيد بطوله فرنسا 98، واكيد كمان اعتقد يعني ان هي هتتخطى بطوله 98 من حيث الجوانب الفنيه والمتعه والاثاره في البطوله. امبارح تتفرج على الماتش، الارجنتين كسبانه 2-0 الشوط الاول باقناع وابداع وامتاع واستراتيجيه ممتازه لغايه الشوط الثاني، الدنيا ماشيه بشكل كويس لغايه الدقيقه 66 تقريبا لما خرج دي ماريا ونزل مكانه اكونيا، فتحس الدنيا اتغيرت شويه، الدنيا اختلفت شويه. تغيير انا بشوف ان هو كان مبكر جدا جدا، فساهم في تراجع المنتخب الارجنتيني، وكان طبيعي ان دي ماريا يخرج بسبب يعني القدرات البدنيه واللياقه البدنيه، فحصل تراجع المنتخب الارجنتيني حتى الخطا بتاع اوتوميندي اللي تسبب في ركله جزاء لصالح فرنسا. بعديها فرنسا رجعت في المباراه، وبعديها كل العالم اتمتع بالبطوله، وكل العالم اتمتع بالتحديد بالمباراه دي من احسن المباريات في تاريخ كاس العالم اللي لم تكن في تاريخ كره القدم. عمرنا ما هننسى مباراه الارجنتين وفرنسا امبارح، واكثر ناس اتمتعوا اللي هم ما كانوش متعصبين قوي للارجنتين او حتى المنتخب الفرنسي، واللي كانوا عايزين يتفرجوا على كوره. اوقات اضافيه كمان كانت مميزه جدا، الكوره وشكل الملعب والجماهير وكل حاجه كانت كويسه. فمليون مبروك للارجنتين، وهارد لك للمنتخب الفرنسي اللي انا كنت بشجعه امبارح بصراحه، لكن اكيد ما حصلش نصيبه، هم كانوا ابطال العالم حتى الامس. فده بخصوص بطوله كاس العالم. لكن لما نيجي نتكلم على الجانب التنظيمي، فلازم نوجه كل التحيه وكل الاشاده لقطر بعد هذا التنظيم الرائع من حيث كل الجوانب. أنا أهم حاجة بالنسبة لي الحفاظ من قبل قطر على الهوية العربية والتقاليد والعادات الإسلامية، تمام؟ إن أنت مصمم على كده. خلي بالك ممكن ناس تانية تقول لك إيه، هم أجانب، هم تفكيرهم كده، هم عايزين يعملوا مش عارفين، مفيش مشكلة، إحنا مستضيفينهم، هم ضيوف عندنا، كلام من ده. لأ، أنت اللي جاي عندي، أنا متمسك بعاداتي وتقاليدي وديني وهويتي،
وده ده كان التحدي الابرز اللي نجحت فيه قطر بكل المقاييس بكل المقاييس. فانا سعيد جدا جدا بقطر، دوله كبيره وتنظيم اكثر من رائع، وشرفونا جدا من خلال هذا التنظيم المميز اللي اعتقد هيصعب على اي حد ان هو يضاهي ما حدث في قطر 2022. حتى قبل كده ما تقدرش تلاقي اي بطوله على مستوى التنظيم تنافس بطوله قطر 2022. فكل التحيه ليهم وكل التقدير والاحترام بكل تاكيد يعني. ده بخصوص مباراه الامس وبخصوص كاس العالم اللي انتهى بشكل نهائي يعني. لكن اكيد في ردود افعال في فرنسا بعد خساره المنتخب الفرنسي للبطوله، رغم ان هم قدموا مباراه كبيره جدا جدا ووصلوا نهائي كاس العالم حتى في ظل غيابات عديده وقائمه متكامله من الاصابات قبل كاس العالم، ومع ذلك وصلوا نهائي البطوله. انا بشوف ان ده انجاز للمنتخب الفرنسي، وهم كانوا قريبين جدا لولا ضربه الجزاء او ضربات الجزاء كان ممكن يفوزوا بكاس العالم للمره الثانيه على التوالي، عشان يبقى انجاز يبقى حاجه جامده قوي بصراحه يعني، بس ما كانش فيه توفيق. لكن ردود الافعال ابرزها في فرنسا هو اعلان كريم بنزيما من دقائق اعتزاله الدولي بشكل رسمي، خصوصا في ظل الاقاويل اللي خرجت على مدار الفتره اللي فاتت. هو الراجل نزل بوست كده على حسابه على انستجرام قال: لقد بذلت الجهد وارتكبت بعض الاخطاء حتى وصلت الى ما انا عليه اليوم، وانا فخور بذلك. لقد كتبت قصتي، او لقد كتبت قصتي وتنتهي قصتنا. يعني الراجل بيقول انا بعتزل بشكل نهائي عن تمثيل المنتخب الفرنسي، خصوصا بعد التقارير اللي قالت ان كان في تعمد لابعاد كريم بنزيما عن قائمه المنتخب الفرنسي، ان الاستبعاد ده كان مقصود، وخصوصا من ديشامب المدير الفني اللي كان غاضب او الغاضب من عدم ذكر اسمه عندما حصل بنزيما على الكره الذهبيه بعد اصابته. تم تضخيم موضوع الاصابه من قبل الطاقم الفرنسي، وعشان كده كريم بنزيما رفض دعوه الاتحاد الفرنسي لحضور نهائي كاس العالم عبر حسابه، قال انا غير مهتم يعني كرد فعل. وبعض اللاعبين كمان كانوا سعداء باستبعاد بنزيما. ده يعني دي التقارير يا جماعه، ما فيش معلومه مؤكده بالموضوع ده يعني. هو المؤكد ان هو اعتزل دوليا بشكل رسمي يعني. بعضهم كان سعيد من الناحية الفنية، والبعض الآخر كان سعيد من الناحية الشخصية عشان ما تكونش الأضواء كلها مسلطة على أفضل لاعب في العالم، وعشان كمان بعضهم ما يفقدش مركزه في الملعب. الحاجات دي بتحصل في الكورة، لكن أكيد بنزيما قيمة كبيرة في عالم كرة القدم وللمنتخب الفرنسي والريال مدريد، وأحسن لاعب في العالم لحد من شهر واخد الجائزة بتاعت البالون دور، أو من شهرين تقريبا. فده برضو أو دي أبرز ردود الأفعال هناك في فرنسا بعد خسارة اللقب. لكن أكيد في فرنسا لازم يكونوا فخورين بهذا المنتخب المميز والرائع واللي أدى بطولة مميزة جدا جدا، وبيمتلكوا لاعب ممكن يضمن لهم المنافسة الدائمة على كأس العالم خلال السنوات المقبلة أو خلال النسخ المقبلة، هو كيليان مبابي من أحد العظماء اللي هيكونوا في تاريخ كرة القدم. ده أمر مؤكد، ربنا يحميه من الإصابات. بس ده كل ما يتعلق بكاس العالم اللي اتمتعنا بيه بشكل كبير جدا في قطر 2022. ان شاء الله كاس العالم اللي جاي في 26 نتمنى ان منتخبنا الوطني يكون مشارك فيه، حتى لو النظام بتاع البطوله بقى عدد المنتخبات اكتر، مش عارف 7 ولا 9 من افريقيا والحاجات اللي بنسمعها دي. لكن في كل الاحوال مهم ان احنا حتى باذن الله ربنا يكرمنا نروح كاس العالم نأدي بشكل كويس على غرار المنتخب المغربي، هو أبرز المنتخبات العربية في البطولة وأبرز المنتخبات الإفريقية، ونشرف مصر ونعمل حاجة كويسة، وإحنا مش قليلين والله ونقدر نعمل كل الكلام ده. فكل التوفيق كمان لمنتخبنا الوطني. طيب تعالى بقى نتكلم على أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي بعد التعادل، طيب خلينا نروح لفصل الأول، بعد الفصل نرجع نتكلم في كل التفاصيل اللي تتعلق بالنادي الأهلي والاستعدادات الهامة للمباراة المقبلة أمام فاركون. نروح فصل الأول نرجع نكمل، يلا بينا. خلاص بقى ميسي خد البطولة، خلاص يا جماعة بقى يعني راح شعور الناس التانية كانت عايزة فرنسا تكسب. طيب مبروك مرة تانية لكل عشاق ميسي. طيب خلينا نتكلم بقى على النادي الأهلي واستعداداته لمباراة فاركو، لأن هي أكيد مباراة غاية في الأهمية وزادت أهميتها بعد التعادل الأخير والتعثر أمام فيوتشر بالشكل اللي حصل في الملعب، بالاداء بالنتيجه بظروف المباراه، لان كل الامور كانت في ايدك تقدر تحسم، مش بس من الشوط الثاني، ده انت من بدري من الشوط الاول. لكن الثقه الزايده في وجهه نظري يعني هي اللي ادت لتعادل النادي الاهلي، لان هو انت بيحسسك ان انا ايه هجيب جون في اي وقت، ده فرقه بتلعب ناقصه لاعب ومش اي لاعب، عمر كمال عبد الواحد واحد مهم جدا في استراتيجيه الكابتن علي ماهر في سواء على الصعيد الهجومي او الصعيد الدفاعي، فعنصر مهم اتشال من الملعب، فبالتالي عندك افضليه عدديه وفي نفس الوقت حاسس انك ممكن تجيب هدف، فده تفكير كان خاطئ ودرس جديد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي زي ما حصل السنتين اللي فاتوا. يعني لازم من السنتين اللي فاتوا تبقى دروس بالنسبه لنا تفضل في الاذهان لحد ما ترجع بطوله الدوري يا جماعه. واحنا برضو هنعيد الرسائل اللي احنا قلناها اول امس
واللي اتكلمنا فيها بخصوص النادي الاهلي والتعادل مع فيوتشر. فلازم التركيز ثم التركيز ثم التركيز، ومش معنى ان انت ابتديت الموسم بشكل قوي ورائع زي السنه دي ان انت خدت البطولات، لا. انت السنه اللي فاتت حصل معاك نفس السيناريو، ابتديت تقريبا ست ماتشات انتصارات متتاليه، وجيت عند فيوتشر برضو اتعادلت. فاحنا عايزين لا نتفادى السيناريو ده، هيبقى صعب قوي على جمهور النادي الاهلي انه يفقد بطوله الدوري الموسم الثالث على التوالي في اول مره في التاريخ، او هتبقى اول مره في التاريخ بالنسبه لنادي الزمالك، لكن حصلت قبل كده النادي الاهلي يعني فقد البطوله ثلاث، ده لو الزمالك يعني فاز بيها، لو ثلاث مواسم ورا بعض فقدها اعتقد في فتره ما بين 2001 و2005 يعني. فانت لا لازم تتفادى السيناريوهات اللي زي دي، لان اكيد جمهور الاهلي متشوق جدا ووحشه قوي قوي بطوله الدوري. ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين، وازاي نقدر نتدارك هذا التعادل من خلال مباراه صعبه قوي قدام فاركو. وصعوبتها زادت بسبب ايه بقى؟ بغض النظر عن النتيجه بتاعتك قدام فيوتشر، لا فاركو لسه عاملين تغيير جديد في الجهاز الفني برحيل نونو الميدا المدير الفني البرتغالي، والتعاقد مع الكابتن ايهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني والسابق كمان للنادي المصري البورسعيدي. فاكيد في روح جديده، في دوافع جديده، فده هيصعب الماتش بشكل اكبر. مباراه على ملعب فاركو في اسكندريه، فرقه فاركو فرقه محترمه فيها عناصر مميزه حتى لو ما ابرمتش صفقات بسبب ايقاف القيد هذا الموسم، لكن في كل الاحوال ماتش هيبقى غايه في الصعوبه. مهم قوي انك ترد في الملعب وتاكد ان اللي حصل ده يعني حاجه عابره في ماتش فيوتشر، ده امر عابر، ترجع بمستوى جيد سواء على الصعيد الجهاز الفني او حتى على صعيد اللاعبين عشان نبقى بنتكلم بمنتهى الوضوح. فكل كل الدعم والمسانده للنادي الاهلي في مباراه الغد. بالتالي استعدادات النادي الاهلي اختتمت النهارده من خلال مران صباحي. مران كان مهم جدا في بعض الفقرات الضروري جدا يعني التعامل بخصوصها سواء على الصعيد البدني، يعني تدريبات بدنيه خفيفه، واكيد حضراتكم شايفين اهو اللقطات دلوقتي من مران الاهلي اليوم، وبعض فقرات الكره واكيد تقسيمه خفيفه مع نهايه المباراه، وتم التركيز على بعض الجوانب والفقرات الخططيه والفنيه اللي بيرغب المدير الفني مستر كولر في تنفيذها خلال مباراه فاركو. بالمناسبه مستر كولر اتفرج بشكل كبير قوي على مباريات فاركو خلال الفتره اللي فاتت ودرس الفريق بشكل قوي للغايه، نتمنى ان هو يكون موفق في اداره المباراه على المستوى الفني ان شاء الله بكره الساعه 5 مساء في الاسكندريه. الفريق بيتوجه اليوم لمعسكر في اسكندريه عشان يلعب المباراه ان شاء الله بكره باذن الله، يكون موفق النادي الاهلي في هذه المباراه وخطوه جديده في مشواره في بطوله الدوري. خلي بالك بقى الدوافع دلوقتي من المفترض ان هي تكون اكبر بكتير جدا 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 عند لاعبي النادي الاهلي. ليه؟ الاجابه بسيطه قوي، انت اتضاف لك بطوله جديده السنه دي ما كانتش في دماغك اللي هي بطوله كاس العالم للانديه. فمعنى جالك كاس العالم للانديه وهتشارك فيها بغض النظر بقى على يعني ايه الكلام اللي بيطلع والناس اللي بتقول طب اشمعنى الاهلي؟ لا سيبك من الكلام ده خلاص، الموضوع محسوم تماما تماما، اول مباراه تحدد ميعادها قدام اوكلاند يوم 1 فبراير، كل الحاجات دي محسومه خلاص، الاتحاد الدولي خاطب الاهلي وكل حاجه خلصانه. فانت موجود في كاس العالم اول ماتش عندك يوم 1 فبراير، يعني قدامك قد ايه؟ قدامك شهر و20 يوم، شهر لا و10 ايام، 20 يوم ايه؟ شهر و10 ايام. فيعني خلاص لازم تجهز، فلازم يكون عندك دوافع انك تعمل كل شيء في الملعب عشان تثبت انك تستحق انك تكون متواجد في قائمه الفريق في كاس العالم للانديه. فده امر هيكون مهم قوي بالنسبه لك وبالنسبه لتاريخك كلاعب وكجهاز فني، مهم ان انت تعمل مباريات جيده ونتائج جيده. احنا متعودين من النادي الاهلي انه بيشرف مصر دايما والكره الافريقيه في كاس العالم للانديه، خد ثلاث برونزيات من سبع مشاركات. فمهم قوي ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا نفسنا فيها ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، ان شاء الله باذن الله واحد احد الاهلي يقدر ان هو يوصل للمباراه النهائيه في بطوله كاس العالم للانديه، لان الامكانيات مميزه بالنسبه للاعبين، محتاجه بعض التدعيمات، محتاجه بعض التدعيمات، النادي الاهلي محتاج بعض التدعيمات عشان يخش البطوله جاهز. واتمنى انا نفسي يعني واحد من جمهور اتمنى ان التدعيمات تبقى بشكل مبكر شويه في شهر يناير عشان اللعيبه تيجي تنسجم والدنيا تبقى مميزه مع اللاعبين المميزين جدا اللي عندنا في بطوله كاس العالم باذن الله تعالى. فدي دوافع كبيره جدا للاعبين ان شاء الله يستغلوها، متخوف بس من حته الاصابات بسبب المباريات الكتيره بالنسبه للفريق خلال الشهر ده، لكن ان شاء الله باذن الله الامور تكون في صالحنا ونتفادى هذه الاصابات ونكون جاهزين لكاس العالم. طيب النهارده النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي تغريب محمد مجدي قفشه لاعب وسط النادي الاهلي،
ومش عايز اتكلم على اي اسباب، لان الاهلي في يعني في الخبر اللي نزل على السوشيال ميديا او على الحسابات الرسميه للنادي الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، قال لك ايه، قرر الجهاز الفني الفريق الاول لكره القدم توقيع غرامه ماليه على اللاعب محمد مجدي قفشه وفقا للائحه زي ما حضراتكم شايفين كده ايه على الشاشه. فاكتر من كده مش هنتكلم، احنا قناه رسميه، اكتر من كده مش هنقول. ده المعلن من قبل النادي الاهلي واحنا ملتزمين بيه، والنادي الاهلي طبعا اعلن كده اكيد في التزام من اللاعب نفسه، واكيد في تركيز منه ان خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله الامور تكون افضل من كده، ايا كان ايه الاسباب، ايا كان ايه الاسباب. وان شاء الله باذن الله هو عنصر مهم من عناصر فرقه النادي الاهلي، والاهلي محتاج لكل لاعبيه المميزين ان شاء الله باذن الله يكونوا داعمين لصفوف الفريق في التحديات المختلفه المقبله. ده بخصوص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. النهارده عفوا النهارده كان في ماتش مهم قوي في بطولة الجمهورية مواليد 2003 ما بين الأهلي والزمالك، مباراة انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 1-0 في الدقيقة 93 بهدف أحرزه اللاعب أحمد أشرف. أحمد أشرف ده بالمناسبة هو شقيق اللاعب محمد أشرف الباك ليفت اللي يعني الموجود في الفريق الأول دلوقتي، أكيد حضراتكم كلكم عارفين. فانتصار مهم جدا للنادي الأهلي على نادي الزمالك، وبيصعد النادي الأهلي للترتيب الأول بعد هذه المباراة، لأن الزمالك كان متصدر بفارق نقطة، الأهلي بقى متصدر البطولة بفارق نقطتين. وإحنا تقريبا أسبوعيا النادي الأهلي في مختلف الأعمار السنية في قطاع الناشئين بيحتفل بشكل أسبوعي بفوزه على نادي الزمالك، فدي حاجة تحسب للقطاع وتحسب لكل فرق قطاع الناشئين، وحاجة إيجابية جدا وبتسعد أكيد كل جماهير النادي الأهلي. عشان نقرب للصورة بشكل أكبر خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي واللي حضر هذا اللقاء عشان يقول لنا كل الكواليس وما حدث بخصوص انتصار الأهلي على الزمالك النهارده. يا فاروق مساء الخير. برحب بك يا امير، وكل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق. تقريبا كل اسبوع الاهلي بيكسب الزمالك، فدي حاجه ايجابيه قوي بتطمن جمهور الاهلي على قطاع الناشئين في النادي، خصوصا ان دايما كل فتره كده تبقى في كلام اصل قطاع الناشئين اصل مفيش لعيبه بتصعد، اصل لا اللعيبه موجوده وما شاء الله في قطاع قوي جدا، وفي نفس الوقت بتكسب المنافس اكيد مباشر في كل الاعمار السنيه وهو نادي الزمالك. فانتصار جديد النهارده، يا ريت تقول لي كل الكواليس بخصوص مباراه اليوم. يعني خليني أكد على كلامك يا أمير، كلام مهم في غاية الأهمية. خليني أقول لك إن دي المواجهة الخامسة حتى الآن في مختلف بطولات قطاع الناشئين ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. النادي الأهلي حقق الفوز في الخمس مواجهات حتى الآن. يعني كان في أربع مواجهات على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر، فاز الأهلي 2007-2-1، ال 2005 فاز على الزمالك 1-0، ال 2006 فاز 2-1، ال 2001 كسب ايضا 2-1. النهارده المواجهه كانت على ملعب نادي الزمالك في يعني ملاعب كليه الزراعه بجامعه القاهره، وماتش الزمالك الاهلي في الدقيقه 94 تقدر تقول يا امير قضيه جديده للنادي الاهلي بهدف لاعب احمد اشرف اللي كان احد يعني التدعيمات اللي ضمها النادي الاهلي لقطاع الناشئين، وزي ما انت قلت في مستهل كلامك ان هو شقيق محمد اشرف لاعب النادي الاهلي. عايز اقول لك ان المباراه من البدايه يا امير لنهايتها النادي الاهلي متسيد اللقاء تماما، يعني 1-0 ده ما يعبرش عن سير المباراه، لان النادي الاهلي اهدر كم كبير جدا من الفرص. لعيبه النهارده بتظهر بشكل اكثر من ممتاز، يعني رأفت خليل خلاص اللعيبه كل الجماهير اتعودت على اسم رأفت، واحد من اللعيبه الموجوده مع الفريق الاول. ايضا اللاعب كريم الدبيس وعبد الرحمن الرشدان اللعيبه اللي انضمت للنادي الاهلي مؤخرا، مصطفى مخلوف اللي النهارده واحد من اللعيبه اللي يعني على الرغم ان هو لم يختبر في كتير من الكرات، لكن واحد من اللعيبه اللي ادى قوه للنادي الاهلي. كابتن محمود جابر مدير فني لمنتخب الشباب موجود اثنى على لعيبه النادي الاهلي وظهور اللعيبه باكثر من شكل اكثر من مميز. قبل المباراه يا امير النادي الزمالك كان فارق عن النادي الاهلي كان ب 27 نقطه، النادي الاهلي كان 26 نقطه. كان بيتساوى معاه في نفس الرصيد فريق سموحه اللي ايضا تعادل النهارده ووقف رصيده من النقاط عند النقطه رقم 28. دلوقتي النادي الاهلي بيتصدر جدول المسابقه برصيد 29 نقطه، طبعا بيفرق بثلاث نقط عن نادي بنقطتين عن نادي الزمالك ونقطه عن فريق سموحه. دي المباراه في الجوله ال 14. كابتن محمد شرف أن اللعيبه قال لهم دي بدايه ان شاء الله فرحتنا كالنادي الاهلي بتبقى في التتويج الاخير ان شاء الله. المباراه بتخلص، احتفالنا بيخلص، عندنا بطوله ما بنحتفلش الا لما بنتوج بالبطوله. صح كده يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهاتف وقال لنا كل كواليس مباراه اليوم ما بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 في بطوله الجمهوريه وفوز النادي الاهلي على الزمالك بنتيجه 1-0. الف مليون مبروك لفرقه 2003 كابتن محمد شرف المدير الفني ولكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله مزيد من الانتصارات خلال الفتره المقبله. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا
اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نروح لترند الاهلي ونشوف اهم الاخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالاهلي على السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه. ونبتدي بحساب يلا كره على تويتر، واللي بيقول خطوه جديده من الاهلي بعد تاكد مشاركته في مونديال الانديه. هو خطوات طبيعيه جدا الاهلي متعود عليها، يعني الموضوع مش جديد على النادي الاهلي، المره الثامنه. فكل التفاصيل اللي بتتعلق بالمشاركه في البطوله الاهلي حافظها صم وبيتبعها وبياخدها وبيجهز نفسه بشكل طبيعي جدا. قال لك ان النادي شكل لجنه عليا اشراف على كافه الامور الخاصه بمشاركه الفريق في البطوله اللي هتقام من يوم 1 ل 11 فبراير المقبل، وان كمان اللجنه هيترأسها طبعا المهندس خالد مرتجي. وفي الحقيقه طبعا المهندس خالد مرتجي اللي هو امين صندوق النادي الاهلي، في الحقيقه هو راجل شاطر قوي في الملف اللي زي ده، علاقاته بالاتحاد الدولي انا شفتها بعيني في السفريات الاخيره للاهلي في كاس العالم، حاجه رائعه ومشرفه بشكل كبير جدا، وعنده خبرات عظيمه في الامور اللي زي دي، فهو اللي هيترأس اللجنه، وبالتالي كل الامور ان شاء الله تسير في الطريق الصحيح في اطار الاستعداد لهذه البطوله. اللجنه كمان هتضم الكابتن حسام غالي وعدد من الادارات التنفيذيه بالنادي، بينها الاداره الماليه والاعلام والتسويق بجانب مدير النادي الدكتور سعد الشلبي. يعني ده مش حاجه جديده على النادي الاهلي، ده الطبيعي وده اللي متعودين عليه النادي الاهلي. الناس بتشتغل بشكل يعني جيد جدا والشكل الطبيعي اللي ما قبل هذه البطولات الهامه، واكيد هيكون في ورش عمل فيما قبل هذا المونديال، ده امر طبيعي هيشارك فيها النادي الاهلي. طيب تعالوا نروح لخبر اخر. زي ما حضراتكم شايفين كده اليوم السابع حسابهم على تويتر، كولر يستقر على استمرار حسين الشحات في التشكيل الاساسي للاهلي امام فاركو. ولو كولر قرر كده فبصراحه هيكون عنده حق، لان حسين الشحات الماتش اللي قبل اللي فات هو ابتدى بالظبط في ماتش المحله ياخد دقائق، ماتش الاتحاد نزل عمل جونين، هو ما تمش احرازهم يعني، عمل اثنين اسيست بشكل مميز، قد 10 دقائق في مباراه الاتحاد بشكل رائع اللي فاز فيها الاهلي بنتيجه 3-0، وبعدين ابتدى اساسي في الماتش اللي فات قدام فيوتشر، ولحد ما خرج كان ماشي بشكل ممتاز. فهي عوده لحسين الشحات ايجابيه جدا. لو قرر كولر ان حسين الشحات ان هو يلعب بشكل اساسي في مباراه بكره قدام فاركو، فاذا حسين الشحات يستقر، واذا هي دي الرؤيه الفنيه لكولر وتحترم وتقدر. نتمنى كل التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده من كوره 11 وحسابهم على تويتر، بيقول لك كولر يغار بالكتيبه الاهلي عقب التعثر امام فيوتشر. انا يا جماعه بس ارجوكم، اكيد زعلانين قوي ان الاهلي تعثر قدام فيوتشر بالسيناريو اللي حصل، بالسيناريو وتفاصيل المباراه اللي حصلت، بس مش عايزين نكبر كل حاجه عن حجمها الطبيعي. اي تعادل بيضايق جمهور الاهلي ده طبعا، وخصوصا لما التعادل يكون بالمنظر ده، ده حقيقي، وجمهور الاهلي له كل الحق في الغضب والزعل وكل حاجه، لكن في نفس الوقت احنا مش عايزين نزعل او نغضب بشكل يجي يعني بطريقه سلبيه على الفرقه ومستقبل الفريق خلال المباريات المقبله. فكل حاجه اكيد ليها حدود، والانتقاد ليه اسلوب معين يكون بناء، تقدر الفرقه تستفيق سريعا سريعا، ده امر هيكون مهم جدا. فقال لك الغربله هتكون ازاي، يعني على راسهم برونو سافيو هيبتدي على او في التشكيل الاساسي، دي مش حاجه جديده، برونو سافيو بيلعب في بعض الاحيان، قفشه هو اللي بيلعب بشكل اساسي، دي رؤيه الجهاز الفني تحترم ايا كان ايه اللي هيحصل، وان هيكون في اربع تغييرات مفاجاه في تشكيل الشياطين الحمر اللي هيواجه، منها تغيير طبعا محمد منيم موقوف بسبب تراكم البطاقات، فخلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل. طيب نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. يعني اعتقد اخر يوم هيكون في ترند المونديال النهارده، عشان احنا لسه بنتابع ردود الافعال بعد مباراه الامس ونهائي كاس العالم بين فرنسا والارجنتين، بعد تتويج كمان المنتخب الارجنتيني بالبطوله وميسي. ونبتدي بكره بلس حسام على فيسبوك، وميسي قال ايه؟ قال حينما انظر الى كاس العالم اقول ما هذا، انها جميله. هي بصراحه شكلها جميل، يعني البطوله او اللقب نفسه او التروفي يعني نفسها شكلها رائع جدا، يعني فمغري، شكل مغري، فاكيد اي لاعب في الدنيا نفسه ان هو يمسك الكاس دي يعني. فخلينا نروح لحساب في الجول وحسابه على فيسبوك، ورودريكو دي بول كتب على ورقه، والورقه دي حطها في اوضه ليونيل ميسي، قال في يوم 18/9/2022 انا رودريكو دي بول اقول اننا سنحقق كاس العالم بعد شهرين من الان، ووضع هذه الورقه في غرفه ليونيل ميسي خلال معسكر الارجنتين بكاس العالم. لو ما كنتش كسبت بقى، هي الورقه قدامه اهي، هو الورقه متصور بيها ومعاه الميداليه بتاعت البطوله، يعني المركز الاول الميداليه الذهبيه، ففاز يعني. طيب
في الجول نيوز وحسام على تويتر بيلي تصريحات ليه مارادونا يبتسم الان افريقيا تالقت بفضل المغرب. يا الراجل اشاد طبعا بالارجنتين اشاد بميسي وفي نفس الوقت كمان اشاد بالقاره الافريقيه قدمت مستوى مميز مختلف في المنتخبات في الحقيقه وابرزهم طبعا المنتخب المغربي. فنتمنى تالق القاره الافريقيه دايما وحتى ان شاء الله لما العدد بتاع المنتخبات الافريقيه في كاس العالم يزيد هيكون امر ايجابي للغايه. طيب كرة ليفل حسام على فيسبوك الظاهرة رونالدو طبعا رونالدو الكبير المهاجم الأسطوري للبرازيل قال إيه هنيئا لك ميسي تلعب كرة قدم تتخطى أي تنافس حتى تاريخ البرازيل والأرجنتين أنت تخطيته كمان. فهو ميسي عمل كل حاجة خلاص هو الراجل بصراحة عمل كل حاجة في الكرة دي حقيقة. يعني أنا من وجهة نظري دلوقتي بخلاف طبعا في ناس كتير ممكن تقول لك ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ الكورة بس برضه من عظماء كرة القدم كريستيانو رونالدو من عظماء كرة القدم طبعا طبعا بغض النظر بعد البطولة دي وظروف رونالدو الأخيرة هو من عظماء كرة القدم. لكن ميسي حقق كأس العالم رونالدو ما حققش كأس العالم يعني أقصى مكان أو مركز وصل له في كأس العالم كان المركز الثالث أعتقد في 2006 لو أنا فاكر صح لو أنا فاكر صح يعني. فماشي ده تعليق رونالدو يعني. طيب كيليان مبابي وتعليق ليه على حسابه الرسمي على تويتر وقال احنا هنعود يعني سنعود بعد طبعا خساره اللقب وصوره مع الحذاء الذهبي هداف البطوله بثمان اهداف بصراحه ادى بطوله رائعه ولاعب مبهر وخارق ما شاء الله عليه وجنبه كاس العالم للاسف ما قدرش ان هو يفوز بالبطوله بالنسبه له يعني فقال ان احنا هنعود يعني خلال الفتره اللي جايه وانا واثق في كده منتخب فرنسا عنده امكانيات عظيمه قوي لعيبه كتير جدا جدا مميزين. طيب خلينا نروح لخبر اخر في ترند المونديال وده من خلال حساب بطولات على فيسبوك اللي بيقول لك استقبال المنتخب الكرواتي عند عودته الى بلاده بعد الحصول على المركز الثالث في كاس العالم 2022. يعني مشهد مقرر للنسخه اللي فاتت روسيا 2018 لما خدوا المركز الثاني وخسروا قدام فرنسا في المباراه النهائيه كان استقبال اسطوري برضه استقبال اسطوري ليهم بعد النسخه الحاليه في قطر 2022 لان بصراحه هم عاملين انجاز كبير جدا وبحس ان كرواتيا متخصصه كاس عالم يعني 98 ايام سكر المهاجم الشهير اللي عرفنا كلنا بكرواتيا وصلوا قبل النهائي وخدوا المركز الثالث على ما اتذكر في البطوله دي فهم هم متخصصين بشكل كبير جدا كمان كسبوا المغرب في المركز الثالث والرابع فخدوا المركز الثالث لتاني مره في تاريخهم وبعد كمان ما خدوا المركز الثاني في النسخه الاخيره في روسيا او قبل الاخيره بقى خلاص فطبيعي ان هم يحتفلوا بالشكل المميز ده وحقهم بصراحه. طيب تعالى بقى نرجع شويه للبريمير ليج لان خلاص البطوله قربت يوم الاثنين اول ماتش في الدوري الانجليزي بعد فتره توقف بسبب كاس العالم وحساب يلا كوره وهالاند في المركز الخامس صلاح يخسر جائزته المفضله لصالح لاعب نيوكاسل لاعب نيوكاسل اللي هو برونو جيماريش اللي هو اللاعب المميز في نص الملعب اللاعب البرازيلي هو خد افضل لاعب في العام بالبريمير ليج وبالتالي صلاح خسرها هو في المركز الثاني وجي هالاند في المركز الخامس. يعني دي اهم وابرز الاخبار نتمنى طبعا كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح. تعالى ناخد تفاعل حضراتكم هيما بيشوف ان اعظم بطوله اتلعبت هي بطوله قطر 2022 ناخد كمان هبه سيد قال تنظيم رائع ونهايه مستحقه لميسي والارجنتين كمان من ضمن التعليقات وليد قال بطوله ممتازه من حيث المستوى الفني اعتقد تيجي بعد اسبانيا 82 انا ما اعرفش اسبانيا 82 دي بصراحه ما شفتهاش يعني بس ممكن عامر الريان قال الافضل على الاطلاق انا بتابع كاس العالم من سنه 90 حقيقي وبدون مجامله افضل كاس عالم من حيث التنظيم والفعاليات والتغطيه الاعلاميه ومستوى الفرق قطر اظهرت واكبرت العالم على احترام العرب طبعا بتفق معاه بنسبه مليون في الميه. طيب ده كان تفاعل حضراتكم دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله الى اللقاء.